طيب قولي يعني خليني ادخل معاك في موضوع مهم شويه. انتوا بقالكوا قد ايه ما بطوش؟ لازم يعني الأمر يعني يعني مثلا من الأول الموسم ده لسه لسه ما فيش. لا طبعا ده احنا في ازمه بالتاكيد علشان طبعا الحجز على الارصده وكل الكلام ده، بس موضوع بدا يعني. انا برضو عارفه ان انتوا بيبقى موقفكم شويه محرج ومتفهمه ده جدا، لان انتوا الناس الكبار في الفرقه، فالناس دايما قبل ما بيروح يتكلم مع المدير الفني او قبل ما بيتكلم مع الجهاز الاداري بيبدا يتكلم معاكم كخبرات في الفرقه. يا جماعه احنا، طب الدنيا ماشيه فين؟ طب احنا علينا اقساط؟ طب احنا علينا مش عارفه ايه؟ انا متفهمه والله اللي بيتقال لكم يعني، فقول لي يعني بتتكلموا ازاي او بتعملوا ايه وازاي صامدين لحد دلوقتي؟ بصراحه بشوف ده برضو في الهاندبول والباسكت، الناس يعني بتحاول تيجي على نفسها وبتلعب يعني. هو طبعا في البداية احنا في مشكلتين، يعني احنا يعتبر او في جنبين في المشكلة دي بالذات. طبعا احنا مقدرين الأزمة اللي فيها النادي جدا بالنسبة لل يعني الناس اللي بتحارب النادي من كل الجهات في حتة ان هو اللي واقف الأرصدة، يعني ما تفهميش في ايه ان يعني عرفنا ان الأرصدة دي دفعت كذا مرة، يعني قصدي المبالغ يعني اللي مطلوب، يعني النادي دفع كذا مرة ولسه برضو المبالغ الأرصدة لسه محجوز عليها، فاحنا لسه مش عارفين. يعني احنا مدعمين طبعا يعني مستشار جدا في ان هو يدافع عن النادي في حته ان هو يعني يحافظ على الاستقرار بتاع النادي، ما يسمحش لاي حد يتدخل في النقطه دي. بس من الناحيه الثانيه المشكله لسه موجوده، يعني الفرق كلها لسه تاخدش ما فلوس. بتاخدش فلوس. في حته ان احنا قلنا من بدايه السنه اللي فاتت لما كسبنا الدوري والكاس، وطبعا مع وجود كابتن احمد مرتضى وقعد معانا وجددنا للمحترف هرنانديز وتعاقدنا مع اندرياس والدنيا تمام يعني ماشيه كويس جدا، فاحنا عايزين نحافظ على الاستقرار ده، مش عايزينه يعني يتهز. يعني احنا مثلا كاولاد النادي ممكن نكون متعودين شويه لما النادي يبقى فيه ازمه نستحمل، هنفضل يعني مكملين للاخر مع النادي، مش مستحيل نتخلى عنه. بس كمحترفين هتلاقي المحترفين مش هيستحمل، هتلاقي ممكن يعرض مشكلة، يعني يسبب مشكلة في أي وقت في خلال الموسم تعطل الاستقرار ده. وفي نفس الوقت في لعيبة تانية، في ناس لسه عليها فعلا زي ما حضرتك قلت إصابات والتزامات كتيرة جدا، طبعا لازم يعني لازم العجلة يعني تمشي شوية عن كده، بالظبط، مدارس وقصات ما شواء وقصات ينفعش إن هي عربيات تفضل ومش عارفه يعني ايه، هي الدنيا مش واقفة سهله يعني. واقفة بالظبط. يعني في الموسم اللي هو كان فيه موسم في تخبط المجالس وكده، أول ما مستشار مرتضى بقى رجع الدنيا كلها بقت احسن من الاول. 2013 تقريبا. لا ولا الفتره اللي هي اللي فاتت دي اوكي. على طول، واللي السنه هي اللي فاتت السنه اوكي. اللي فاتت الدنيا كلها رجعت بقت يعني ايه الاستقرار من الاخر، رجع تاني للالعاب الصالات كلها والنادي كله، بقت الدنيا كل الناس تقبض في مواعيدها، حتى المتاخرات كلها نزلت، الدنيا مشيت تمام. فاحنا طبعا منتظرين من مستشار مرتضى منصور على الاقل ان الدنيا يعني تتحرك شويه، واحنا كمان يعني مدعمينه ومستقر يعني وهنفضل منتظرين ان الارصده تفضل يعني ايه ان الارصده تتفك يعني الحجز عليها، بس العجله بس تمشي اكتر من كده شويه عشان الاستقرار ما بتاع الفرقه بالذات بتاعتنا ما يحصلهاش اي. احنا داخلين على مرحله يعني ممكن هي تمهيدي فسهله جدا شويه بالنسبه لنا، ما فيش اي حاجه نتائجنا كويسه، فلازم بتحاول طول الوقت. أزمة كبيرة بيمر بيها نادي الزمالك بالتأكيد، وطول الوقت اللي احنا بنتكلم فيه انه اللعيبة النهاردة انا علشان اخليه تركيزه 100% داخل الملعب لازم احقق له استقرار. الاستقرار ده بيخليه عنده استقرار ذهني، هو بالظبط القصة كلها مش استقرار بدني وفني وكل الكلام ده، لا، لازم عشان ينزل يديني يعني 100% جوه الملعب لازم يبقى عنده استقرار ذهني. استقرار ذهني هيتوفر من انه مادياته صح يعني مستقرة أو مستحقاته متوفرة طول الوقت وفي مواعيدها. فطبعا مشكلة كبيرة بنمر بيها، بنتمنى أنها تتحل بإذن الله خلال الفترة اللي جاية، مش بس على فريق الفولي، على كل فرق نادي الزمالك بالتأكيد.